نادية نشار في دكتور مودة. على التليفون أستاذة خديجة. صباح الخير. صباح الخير والورد على حضرتك. صباح الفل. وعلى الإذاعة المحترمة وعلى الهندسة والإخراج وعلى شعب مصر كله، وبنحييهم طبعا بعيد النصر أكتوبر، وبنقول أحلى حاجة هنغير بيها المود إننا نحيي الجنود. أيوة أحلى نحيي حاجة الجنود صح. ونقول عيد النصر، عيد النصر يا رجال، هدية من الأبطال على مرور أجيال تسعد وتفخر بيه، ده سبب انتصار أبطال انتصروا في 73 وحطموا خطوط وأسوار، وكانوا كمان صايمين ده من زمان للآن، ولادك يا مصر جاهزين للكفاح والنصر المبين، وكان هدية لهم أولا من رب العالمين، ويا سلام على عيدنا، يا سلام عيدنا واشهد يا زمان، والفرحة في كل مكان في انتصارك يا مصر، وده عيد النصر أكتوبر 73 العاشر من رمضان. قولي معايا يا دكتور، قولي معايا شرفت عيد النصر، شرفت يا جميل يا منور مصر، يا جميل يا منور مصر، شرفت عيد النصر يا جميل يا منور مصر، شرفت عيد النصر يا جميل يا منور مصر. بشكرك جدا أستاذة خديجة.